دقة أخصائيو التغذية ناقوس الخطر لارتفاع معدلات السمنة بين طلبة المرحلة الابتدائية، إذ تصل النسبة إلى 25%. يعود ذلك لغياب البيئة الغذائية السليمة. التسوق الذكي أيضا أحد وأهم الحلول الناجعة للسيطرة على هذه الآفة، واللي راح نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. %25 هي نسبة انتشار السمنة بين طلبة الصف الخامس والرابع على مستوى المناطق التعليمية، وهذه النسبة تتصدر وتحتل المراتب الأولى عالميا. والسبب يعود، والله من أسوأ شيء إن الطفل علمناه يأكل يوميا سناكات غير صحية، اللي هو البطاطا، الكاكاو، الشوكولاتة، الحلويات اللي متروسة مضافات غذائية ومتروسة ألوان، وهي عبارة عن يعني مادة غذائية ما تفيد الطفل كثر ما يفيد مثلا الخضار أو الفواكه. فأنا بنوعيهم إن التغذية مو بس إن متعة وإن الواحد مشتهي يأكل، هو التغذية الواحد لازم يغذي جسمه بطريقة صح. تتكاتف الجهود الحكومية وبالأخص بين وزارتي الصحة والتربية لتقديم جرعات توعوية للطلبة، ولكن بقالب وطابع مختلف وبحلة ممتعة تطبق على أرض الواقع. تهدف هذه الفعالية إلى مساعدة الطلبة في كيفية التسوق الصحي واختيار الغذاء الصحي لهم أثناء التسوق. طبعا كانت هذه الفعالية عبارة عن 3 مراحل. المرحلة الأولى تم فيها تدريب الطلبة بعمل محاضرات لهم بالمدارس وتثقيفهم من قبل أطباء الصحة المدرسية ومن قبل أخصائيين التغذية. مجاميع التغذوية الصحية مكتملة العناصر في وجبة الفطور للطلبة تعتمد على عدة معايير خلال التسوق الذكي. عدم التنوع في وجبة الريوق هذا يعتبر عادة غذائية سيئة. هني نبدأ نقولهم أن لازم نختار اختيار صحي لوجبة الريوق، مثل أن يأخذون الكربوهيدرات مثل الخبز، التوست، الكورن فليكس، مضاف لها بعض الخضروات مثل الخيار، الجزر، الخس، كذلك نحط مجموعة الحليب مثل اللبنة أو الجبن أو كوب حليب، كذلك بالبروتينات مثل البيض أو الفول، كذلك نشوف من خلال بطاقة العبوة أول 3 منتجات أو أول 3 عناصر موجودة في البطاقة. يعني مثلا إذا كان أول 3 عناصر الدهون، هذا معناته أن الدهون عالية في هالمنتج فنبتعد عنه. كذلك السكريات، في سكريات عادية بسيطة وفي سكريات مثلا ألياف، فنفضل دائما أن تكون هذه السكريات هي المفيدة. قطار التسوق الذكي سار بالطلبة في مختلف أروقة وممرات إحدى مراكز التسوق للمواد الغذائية. فمع نهاية الرحلة انتهزنا الفرصة لأخذ انطباعاتهم حول أهمية التغذية الصحية لوجبة الفطور. نختار أغذية صحية مثل العنب، الجزر، البيض، خبز أسمر. الأشياء اللي بتضرنا وايد ذكرناها الجلي والحلاو. أنت شو بتحب؟ أنا أحب شو بتفطر؟ شاي بخصم. المسؤولية هنا لا تقع فقط على عاتق وزارتي الصحة والتربية، بل يتعداه دور الأهل في متابعة ومراقبة تغذية أبنائهم. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. جزيل الشكر لزميلتنا لما أبو علاوي على هذا التقرير حول موضوع التسوق الذكي. النظام الغذائي الصحي ضروري، مهم، مفيد لجسم الإنسان، خاصة لأطفالنا في مراحلهم الدراسية الأولى. يساندهم في أداء وظائفهم واجباتهم، يساعد حماية الخلايا في الدماغ، يعزز أيضا من عمل مناعة الجسم حتى يقي الكثير من الأمراض. لذلك ما يسمى بالغذاء المتوازن الصحي بالجسم مطلوب، خاصة لأطفالنا، خاصة هالأيام يروحون المدارس ويحتاجون الكثير من التركيز. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا داخل الاستديو في هذا الموضوع الأستاذة نوال الجزاق، أخصائية التغذية ورئيس قسم التوعية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. صباح عليك بالخير أستاذة نوال، وسعداء جدا بوجود شيوعنا في برنامجنا العالم هذا الصباح. صباحك خير، ونصبح على مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع الشيق اللي يهم كل بيت في خصوص التغذية السليمة. شفنا موضوع التسوق الذكي، وشفنا التقرير اللي سلط الضوء على الأطفال بحيث أن نخليهم يتسوقون بطريقة ذكية. هل تسوقنا اليوم احنا غير ذكي؟
هناك خطوات احنا دائما نحاول ان احنا نغرسها في مفهوم المستهلك وحتى بين طلبتنا عبر برامج التوعية والتثقيف اللي هي شلون تتسوق صح. التسوق هناك فيه خطوات بسيطة نحب نشرحها للناس، ان هي اول شيء تحط قائمة في المشتريات، يعني لا تروح الجمعية وتفتر فيها لاين لاين تفكر شنو أشتري شنو ما أشتري. جميل جدا. القائمة هذه راح تكفل لك كرب أسرة أو كربة أسرة أنها تشتري جميع القوائم من المجموعات الغذائية اللي تحتاجها خلال اليوم أو خلال الشهر كماتلة. يعني شنو هالخطوات؟ اللي هي كتابة القائمة. أول شيء لازم أكتب القائمة قبل أروح. أي. وما تروح وانت يوعان علشان لا تشتري احتياجات أكثر. تبدأ عملية الشراء بشراء الأغذية الطازجة ثم الجافة ثم المبردة وأخيرا المجمدة. المعلبات من ضمن الجافة وآخر شيء المجمدة علشان لا تتلف أثناء التسوق. أيضا يهمنا متابعة بطاقة العبوة. بطاقة العبوة هي عبارة عن ملصق يوضع حول الأغذية المكونات. المكونات مو بس المكونات، شنو تحتوي على حجم الحصة، يعني لما تشتري مثلا نقول علبة من حبوب الإفطار يكتب لك السيربينج اللي هو حجم الحصة أو احتياجك كوب من حبوب الإفطار في كم جرام، في كم سعرات حرارية، كم كمية الكربوهيدرات وغيره من المغذيات عشان تعرف الحصة المناسبة لك خلال هذه الفترة ايش كثر تاكل. نعم. ايضا من المهم ان احنا نشيك على تاريخ الصلاحية، وايد مهمة خصوصا في مكان العروض. يمكن الناس وايد تغريها العروض، ممكن تشتري احتياجات اكثر من اللي انت ما تحتاجه. صحيح. فيكون عملية التخزين اكثر. جميل. المعلبات ايضا من المهم ان احنا نطالع العلبة اذا كانت منتفخة او مطعوجة او كان فيها صدأ، المفروض اني انا اتجنب العلبة المطعوجة هذه. يفترض ان احنا ما ناخذها، ما ناخذها، والمفروض ما تنحط في ارفف الجمعية لانها تأثر على مكونات والقيمة الغذائية اللي موجودة في داخل العلبة. جميل جدا. اليوم راح نتكلم على موضوع جدا حلو في هذا الموضوع الخاص في موضوع التغذية. احنا دائما نقول مثلا ان مثلا الاكل من غير ملح تمام يصير مو حلو، يعني ما له طعم، ودائما انتم تنصحوننا كاخصائيين تغذيه بالابتعاد بقدر المستطاع عن الملح. طبعا احنا حاليا تحتفل منظمه الصحه العالميه في اسبوع الملح العالمي اللي صادف من 1 الى 7 مارس. نعم. وفرصه عبر برنامجكم ان احنا ندعو المواطنين. اليوم احنا عندنا معرض ومحاضره راح نقدمها في مركز عبد الله العبد الهادي في منطقه اليرموك الصحيه. جميل. حول اهميه التقليل من الملح تزامنا مع احتفالات منظمه الصحه العالميه. احنا ودنا ما ندخل البيت. طبعا شوف، هو الملح يمكن الناس يخفى عليها هذا الموضوع. أيه. الملح اللي هو الكلوريد الصوديوم، جرام الواحد من الملح يعادل 400 جرام ملي جرام من الصوديوم. نعم. فالناس عبالها ان الملح نقصد فيه الملح اللي هو المضاف. الملح اللي نضيفه في الطهي او في المملحه يعادل 5%. لكن الملح اللي موجود في طبيعه مكونات الماده الغذائيه مثل الاجبان الالبان تقريبا تصل 12%. اما المواد المصنعه اللي فيها كمية ملح مثل المعلبات، مثل الصلصات، الشوربات، مكعبات الدجاج، هذه 77% من مكوناتها ملح، فيسمونه الملح الخفي اللي نلقاه في أيضا الوجبات السريعة اللي عيالنا يأكلونها، البطاطا الشيبس، المقرمشات. فمثل ما تلاحظون 5% يضاف أثناء الطهي، 6% موجود في مملحة المائدة. نعم. 12% موجود في الأكل الطبيعي و77 بالأطباق المصنعة. طيب كيفية الاستعانة بأمور أخرى؟ يعني إحنا في الطعام عندنا أحيانا في ناس ما تحط ملح، ولكن يقول لك مثلا أنا أحط مكعبات مرقة الدجاج أو مرقة اللحم. نعم. هل هذه المكعبات يعني نقدر نقول عليها صحية ولا غير صحية ولا أفضل من الملح؟ لا طبعا إحنا كأخصائيين تغذية أو مهتمين بالصحة نرفض استخدام مكعبات الدجاج أو مرقة الدجاج أو اللحم. إحنا دائما نقول لهم إن هي فيها كمية عالية من الدهون والملح. فدائما أنا لما أروح محاضرات حق الأمهات أو حتى ربات البيوت أقول لهم تقدرين أنت تسوين مكعب دجاج من شغلك في البيت. نعم. لما تبدين تفوحين الدياي أو تفوحين اللحم بعد ما تشيلين كمية الدهن اللي موجودة فيها. نعم. تقدرين تثلجينها في مكعبات الثلج نص تثليجة
وبعدها تطلعينها راح تلقين طبقة صفرة قوية واضحة فسفورية. نعم. تشيلينها ويصير عندك مكعب من فوح الدياي أو فوح اللحم من بهاراتك صحية أكثر ما فيها مواد حافظة. سادة نوال، سلوكنا الغذائي احنا نقول أحيانا قد يكون مثلا خاطئ. أنتم تتكلمون دائما عن تقسيم الوجبات. أنا مثلا بالنسبة اليوم طلعت جيت الدوام شربت قهوة، مستمر مثلا بالدوام، طبيعة دوامي خلتني أني أنا أستمر في الدوام لغاية الساعة 4-5، فبالتالي أدخل على الساعة 5-6 توني الحين ببدأ بوجبة الإفطار، أو راح تكون وجبتي عبارة عن ثلاث، أقول هذا ريوقي غداي عشاي. شلون أقدر أنا أقسم هذه الأمور؟ طبعا احنا دائما كأخصائيين تغذية ننصح انه يكون هناك ثلاث وجبات رئيسية، اللي هي وجبة الفطور، وجبة الغداء، وجبة العشاء. وفي عندنا وجبتين خفاف اللي هي الوجبات الخفيفة او السناكس، اللي تكون ما بين وجبة الريوق والغداء وبين الغداء والعشاء. لكن طبيعة عملك مثل ما قلت لي انه تتطلب أن يكون وجبتك المين الرئيسية بعد الساعة 4، فأنت من خلال تواجدك الصبح أخذت القهوة، حاول أنك تأخذ لك ثلاث فردات تمر كبديل للفاكهة خلال اليوم، أو ممكن تقدر تأخذ لك كسناك، يعني تجدم السناكات وتخلي وجبتك الرئيسية بعد انتهاء العمل. هل تتوقعين مع سادة المشاهدين أن راح يكون عندنا في طريقة حياتنا وسلوكنا ككويتيين أن نشيل معانا اللانش بوكس في يوم من الأيام مثل ما نشوف الموجود بحياة مثلا سلوك الناس الأجانب؟ بالعكس، احنا نفضل هذا الشيء، وهذا الشيء التمسناه عندنا برنامج مكافحة السمنة لدى طلبة المدارس بالتعاون مع حملة كان. يمكن كانوا المراهقين أول يستحي انه يبوا يا لانش بوكس، الحين طلبة الثانوية نشوفهم طالب بالثانوي معاه لانش بوكس لأنه بيهتم في صحته وراء تخرج وجامعة، فبيظهر بهندام على قولتهم وجسم جميل. المشكلة الكبيرة اللي احنا ورثناها من آبائنا وجدادنا قائمة الطعام، المنيو مالنا عبارة عن عيش بكل يوم وفوقه إيدام، وإحنا الريايل اليوم اللي تطبخ لنا الزوجة مثلا عيش من غير إيدام راح توصل عندنا مثل موضوع أن احنا نتضايق. هذا اللي ورثناه، شلون نقدر نغير سلوكنا الغذائي؟ طبعا احنا لما نتكلم عن الأكل الكويتي أو الدش الكويتي، مثلا مكبوس الدياي، مكبوس الدياي أو مكبوس اللحم عبارة عن العيش مع الإيدام اللي هو اللحم أو الدياي أو السمك أو غير. فالعيش يعتبر من المجموعات الغذائية اللي هي مجموعة الخبز والحبوب. اللحم أو الدياي أو السمك يعتبر بروتين من مجموعة اللحوم والبقول. يمكن ذكرت نقطة أن أغلب ربات البيوت لما يسوون حق ريايلهم مثلا نقول موش أو مربيا أو نقول مثلا العيش اللي فيه باجلة أو قماش، ليش ما في إيدام؟ لازم نعرف أن في ثقافة البقول، البقوليات مثل العدس، الماش، الحمص، هذه تعادل قيمة غذائية مثل الكشري. الكشري في وايد بقوليات. جميل جدا. فهو يعادل بالقيمة الغذائية للحم. سادة نوال جزاف، راح نستكمل معك إن شاء الله بقية الحديث حول الموضوع جدا مهم يخص النساء اللي هما دائما يشون الحين مثلا تقولك مثلا أنا في القادم من أيام مثلا عندي عرس كذا، البدلة الفلانية بلبسها، فبالتالي أبنزل 5-6 كيلوات، فبالتالي تدخل في موضوع ما يسمى بالحمية. فاصل نرجع لكم للحديث مع السادة نوال جزاف حول موضوع الحمية السليمة. حياكم الله. حياكم الله مرة أخرى بالعودة للحديث مع السادة نوال جزاف، أخصائية التغذية ورئيس قسم التوعية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. نرجع نقول أن هنالك الكثير من النصائح، أحيانا تقعد وحدة مع زميلتها تقول لها ليش نصيحة، تبين تضعفين مثلا وقفي الخبز، وقفي العيش، وقفي الكربوهيدرات، بس عليك مثلا تاكلين بروتين. الله سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان وخلق هذه التنوعات أنه يحتاج مثل هذه الأمور، شلون نقدر نوازن بهذه الأمور وإحنا مو أخصائياً تغذية في هذا المجال؟ طبعاً إحنا ما نسميها حمية، إحنا نقول لازم تكون هي لايف ستايل أو نمط غذاء حياة صحية. والسلوك طبعاً الإنسان لازم يتناول في اليوم من كافة المجموعات الغذائية. يعني ماكو مادة غذائية راح تعطيني كل القيم الغذائية اللي أنا أحتاجها. يعني مجموعة الخبز تعطيني كربوهيدرات وألياف أحتاجها لأن هي مصدر الأول للطاقة. أحتاج إلى البروتين، ليش؟ لأن أنا عندي نمو عضلات وأيضا الخلايا تتجدد محتاجة بروتين. أحتاج إلى الحديد، المرأة تحتاج إلى الحديد على أساس فقد شعرها، فقد الدم أثناء الدورة الشهرية، الحمل والولادة وغيرها. فكل مادة غذائية لها قيمة غذائية. إذا خطأ هو مثلا أنك تلغي عنصر من العناصر المهمة طبعا في لازم مجال احنا التغذية. نسوي ميكس في كل المجموعات ولكن بكميات محسوبة. يعني منظمة الصحة العالمية حطت لنا كل مجموعة
حسب احتياجك. يعني أنا بساميين العيادة أعرف من خلال وزنه وطوله وحالته الصحية. شلون أعرف حالتك الصحية؟ نعم. عن طريق الفحوصات الدم أعرف بسامة هل عنده كوليسترول، وين النقص وين الزيادة. أيوة، وين النقص وين الزيادة، وعلى أساسها نحط قائمة الطعام خلال اليوم اللي تشمل 3 وجبات رئيسية وجبتين خفاف تتلائم مع وزنك وطولك وعمرك وحالتك الصحية. نعم. والكميات محسوبة من منظمة الصحة العالمية أن مجموعة الخبز والحبوب لا تقل عن 6 ولا تزيد عن 11 حصة. والحصة الواحدة لمجموعة الخبز تعادل توستة واحدة، صمونة الهوت دوغ واحدة، ربع خبزة لبنانية السميكة أو نص خبزة لبنانية الضعيفة. مجموعة الخضار والفواكه، الخضار ناخذها 3 حصص في اليوم أقل شيء، و5 حصص في اليوم. يعني كوب من السلطة، من الشوربة، من الدقوس، لك أنت من 3 إلى 5. من يحدد 3؟ من يحدد 5؟ أخصائي التغذية حسب وزنك وطولك. نفس الشيء البروتين، البروتين تحتاجه من 2 إلى 3، مجموعة الألبان من 2 إلى 4، وتزداد احتياجات الألبان للمرأة الحامل والمرضع. الفواكه لك 2 إلى 4. يعني الناس اللي مثلا جابل التمر تاكل 6 فردات كذي، انت خلصت حصتين من الفواكه. 6 فردات تمر، حصتين فاكهه، يعني 3 حبات تعادل لك حبه فاكهه، كانك ماكل حصه تفاحه. ولكن السعرات الحراريه تفرق من ماده غذائيه. اعتقد ان الحياه صعبه بالنسبه لنا مثلا كناس عاديين نقوم بعمليه حسابات يوميه، ايش كثر احط. في ناس يحطون الميزان، خاصه الرياضيين عنده ميزان يقول لك اليوم 300 جرام 200 جرام مثلا من البروتين. احنا دائما سهل احنا امهاتنا على الحس في الطباخ. صحيح. يعني لكن احنا هذا دورنا كاخصائيين تغذيه، مو كل واحد عنده ميزان بسام، فاحنا دائما نقول له بالقفشه تقدر تاخذ، بالكوب تقدر تعاير. حتى في لما نروح حق طلبه المدارس نقول له مثلا حجم كف الايد مثلا تاخذ، حجم المربع مثلا، حجم كره التنس، نعطيهم اشباه الامثال، لكن مو ان اعطيه ميزان وشويه يكون دقيق. حتى الناس اللي ترى تحب تاكل في ايدها تقول لك انا شلون احسب اكلي 6 كفاش عيش، اقول له انشبهم بعدين اكل بايدك. عرفت شلون؟ صحيح ان الكويتيين متعودين ترى ياكلون بايدهم. بالعكس بركه. ولكن يحط ينشب حتى طريقه النشاب بسام، لما يكون الاكل عندك القناتش بنص الطاوله وكلنا ملتمين حول الطاوله وتقعد انت تسولف وانا اسولف وخلص الطبق واقعد اسكب مرة ثانية، فيفضل أن يكون عملية النشاب أو تكون أنت بعيد عن منطقة النشاب أو الأكل الزيادة، علشان لما تقعد ما تأخذ كمية أكل. الحديث وياك شائق أستاذة نوال، ولكن بسأل سؤال بالنسبة للسادة المشاهدين الآن في قسم التوعية بالهيئة العامة للغذاء، عندكم نشرات، عندكم مثلا تستضيفون أحد، يقدر أحد مثلا يجيكم مثلا تعطون نصايح، تستقبلون الناس؟ احنا حاليا بالهيئه العامه للغذاء والتغذيه في قسم التوعيه عندنا برامج توعويه مع مؤسسات الدوله المختلفه من خلال المعارض، نقوم بزيارات. ايضا عندنا بروشورات، اللي حاب ياخذ بروشورات تغذويه ايضا القسم. عندكم موقع الكتروني؟ نعم، عندنا الانستغرام اللي هو البافن اندرسكور KW. جميل جدا. PAFN اندرسكور KW او الهيئه العامه للغذاء والتغذيه. يقدرون يطلعون على كل الامور، يطلعون على كل ما هو المستجدات اللي موجوده في الهيئه وشنو هو الممنوع والمسموح ايضا، لان احنا الهيئه عباره عن بلديه، جزء من البلديه انتقلوا من عندنا. جميل جدا. بطريقه مثلا شنو هو المحظور، مثلا الفواكه اللي انحظرت فتره، مشكله البصل اللي صارت فتره. نعم. فكل هذه الامور ان شاء الله تلقونها في انستغرام وتويتر الهيئه العامه للغذاء والتغذيه. جميل جدا. سيده نوال جزاف، رئيس قسم التوعيه في الهيئه العامه للغذاء والتغذيه، شكرا جزيلا لك. حياك الله يا هلا.